أسعد الله صباحكم طلابي حبايبنا في مدارس النظم الحديثة، بنين العزيزة على قلبي إن شاء الله بطلابها بكادرها. معكم مدرس مادة تاريخ الأردن للصف الثاني الثانوي العلمي والأدبي الأستاذ محمد الطرابشي. طلابي حبايبي، بنعرف إنه بدأنا في الوحدة السابعة الحياة الاقتصادية في مادتنا، وأنهينا الدرس الأول درس الزراعة في مدرستنا في صفوفنا. اليوم إن شاء الله تعالى رح نتحدث عن الفصل الثاني الصناعة والتجارة في الأردن، اللي أيضا أخذنا الجزء الأول منه، واللي كان بتحدث حول محور الصناعة في الأردن. اليوم إن شاء الله تعالى رح نحكي عن الدرس الثاني الصناعة والتجارة في الأردن. بداية لابد من معرفة أن الصناعة والتجارة في الأردن من أهم القطاعات الاقتصادية المكونة للاقتصاد الوطني الأردني والدافع لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدة أسباب. السبب الأول لتوفير فرص العمل ولتحسين الدخل الفردي ولجذب الاستثمارات الاقتصادية. إذا عندنا أستاذي سؤال بصيغة أعطي أسباب مهم جدا، أعطي أسباب يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة في الأردن المكونة للاقتصاد الوطني والدافع لعجلة التنمية الاقتصادية. إذا عندنا ثلاث أسباب: لتوفير فرص العمل، لتحسين الدخل الفردي، ولجذب الاستثمارات الاقتصادية. طيب طالب راح يسألني أستاذ في مجال السؤال يجيني بصيغة ثانية. طبعا أستاذي الصيغة الثانية: وضح أهمية القطاع الصناعي والتجاري في الأردن. وضح أهمية القطاع الصناعي والتجاري في الأردن. بإمكاننا في هذه الحالة أستاذي لما يجيني سؤال وضح، أذكر له أول شيء من القطاعات الدافعة لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذن أنا بقدر أحكي لما يجيني سؤال وضح أهمية القطاع الصناعي والتجاري في الأردن، نحكي أول شيء من القطاعات المهمة الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. اثنين، مثل ما تحدثنا توفير فرص العمل. ثلاث، تحسين الدخل الفردي. أربعة، جذب الاستثمارات الاقتصادية. إذن أنا هنا أستاذي بقدر أجاوب السؤال بإجابتين: يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني الأردني. السبب: يطور عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن أنا بدي أركز على الثلاث نقاط اللي موجودات عندي هون أستاذي، اللي هو أول شيء توفير فرص العمل، ثاني شيء تحسين الدخل الفردي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الاقتصادية المختلفة. نيجي هسه طلابي حبايبي على المحور الأول اللي راح نحكي فيه في درسنا اليوم، اللي هو محور الصناعة. بدنا نقسم الصناعة الطلابي إلى مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي الصناعة ما قبل الاستقلال في عهد الإمارة. الجزء الثاني الصناعة بعد الحصول على الاستقلال. هناك فجوة واسعة وكبيرة جدا ما بين التطور الصناعي في عهد الإمارة والتطور الصناعي ما بعد الحصول على الاستقلال من خلال الصناعات التي انتشرت في الأردن أثناء عهد الإمارة. إذن أذكر أهم الصناعات في عهد الإمارة في الأردن. أذكر أهم الصناعات في الأردن في عهد الإمارة. بدنا نعرف أن أستاذي أن الصناعة في عهد الإمارة كانت تقتصر على الصناعات اليدوية والحرف اليدوية. وهذا السؤال إجانا وزارة مثل ما أنتم شايفين بالتكملية بأربع علامات: أذكر أهم الحرف اليدوية أو الصناعات اليدوية التي انتشرت في الأردن في عهد الإمارة. أذكر أهم الحرف اليدوية التي انتشرت في عهد الإمارة في الأردن: النجارة، صياغة الذهب والفضة، النسيج والغزل، وصناعة البوست. بالإضافة انتشرت صناعات أخرى في الأردن ومن أهمها مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون. إذن السؤال يحتمل صيغتين أستاذي: إما بسألني السؤال عام
عن أهم الصناعات في الأردن، وهنا بذكر له صناعات كاملة: نجارة، صياغة الذهب والفضة، نسيج وغزل، وصناعة البوست، مطاحن الحبوب، ومعاصر الزيتون. أو بتخصص بالسؤال وبدخل بالسؤال بتفاصيل السؤال اللي هو: اذكر اثنين من الحرف اليدوية التي انتشرت في الأردن في عهد الإمارة. اذكر اثنين من الحرف اليدوية التي انتشرت في عهد الإمارة. بهاي الحالة أستاذي أنا فقط بدي أكتب له الحرف اليدوية والتي تمثلت في النجارة، صياغة الذهب والفضة، والنسيج، والغزل، وصناعة البوست. استمرت الأردن في تطورها الصناعي، ومن خلال جهود الحكومات المتعاقبة عملت على تطوير الصناعات الحرفية. لكن ما هي مظاهر تطور القطاع الصناعي في عهد الاستقلال؟ أول شيء أنه عملت هذه الحكومات على إقامة معارض زراعية وصناعية، والتي كانت تهدف لعرض المنتجات الصناعية والزراعية المختلفة. المعلومة هاي أستاذي بدي أركز عليها بسؤال ضع دائرة بصيغتين: أنه أقيم أول معرض زراعي صناعي في عام 1925 في مدينة عمان، عرضت فيها المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة. شو قصد السؤال؟ صيغة السؤال كالتالي: أول سؤال ضع دائرة، أقيم أول معرض زراعي صناعي في عام، الإجابة الصحيحة هي عام 1925. الصيغة الثانية واللي مهمة جدا جدا: أقيم أول معرض زراعي صناعي في عام 1925 في مدينة عمان. إذن عندنا سؤالين ضع دائرة: أقيم أول معرض زراعي صناعي في عام، الإجابة الصحيحة هي على التاريخ 1925. السؤال الثاني اللي هو المهم جدا في صيغة ضع دائرة: أقيم أول معرض زراعي صناعي في عمان عام 1925 في مدينة عمان. إذن هاي الفترة الأولى اللي تحدثنا فيها اللي هي فترة ما قبل الاستقلال في عهد الإمارة، واللي حكينا إنه اشتملت على حرف يدوية بالإضافة إلى إنه أقيمت معارض زراعية وصناعية. طيب فيما لو حكى لي سؤال بالوزارة، وأنت هون أستاذي إحنا ما بنضمن الوزارة، وحكى لك وضح مظاهر تطور القطاع الصناعي في الأردن، آسف، في الأردن في عهد الإمارة، وضح مظاهر تطور القطاع الصناعي في الأردن في عهد الإمارة. طيب بهاي الحالة أستاذي شو كيف نجاوب السؤال؟ بدنا نجاوب السؤال بأنه أول شيء شجعت الحكومات المتعاقبة في عهد الإمارة على الصناعات الحرفية. بجيب النقطة هاي بعملها كات وبحطها كإجابة ألف للسؤال اللي ذكرناه. هاي صارت عندي إجابة نقطة واحد للسؤال اللي ذكرناه قبل شوي أنا وياكو، اللي هو في حال تغيير صيغة السؤال وضح مظاهر تطور القطاع الصناعي في الأردن في عهد الإمارة، نحكي واحد شجعت الحكومات المتعاقبة في عهد الإمارة على الصناعات الحرفية، اثنين إقامة معارض زراعية وصناعية في عام 1925 في مدينة عمان اللي ذكرناها وحولناها لسؤالين بعد دائرة. برضو بإمكاني أكتب نقطة جيم طلابي حبايبي، نقطة جيم بإمكاني أحكي بأنه ركزت على الحرف اليدوية كالصناعة والنجارة بالإضافة إلى صياغة الذهب والفضة. ومن جيب هاي المعلومة هون أستاذي أصبح عندي أنا ثلاث مظاهر لتطور القطاع الصناعي والتجاري، القطاع الصناعي آسف، في الأردن في عهد الإمارة، يتمثل في التشجيع على الصناعات الحرف، الصناعات الحرفية، هذا واحد، التشجيع على
الصناعات الحرفية، وبنعطيه أمثلة عليها اللي هي اللي ذكرناهم أنا وياكم قبل شوي، اللي هي النجارة بالإضافة إلى صياغة الذهب والفضة، بالإضافة إلى النسيج والغزل وصناعة البسط، بالإضافة إلى مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون. المظهر الثاني أنه إقامة معارض زراعية وصناعية في عام 1925 في مدينة عمان. وهيك أستاذ إحنا جاوبنا لهم معظم الأسئلة اللي ممكن تخطر في بال كاتب السؤال في الوزارة، سواء حكى لي أذكر أهم الصناعات في الأردن في عهد الإمارة، بذكر له حرف يدوية كالنجارة وصياغة الذهب وصناعة البسط والنسيج والغزل والحبوب ومطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون. إذا حكى لي أذكر الحرف اليدوية بحكي له النجارة وصياغة الذهب والفضة والنسيج والغزل وصناعة البسط. إذا حكى لي وضح مظاهر التطور، تطور القطاع الصناعي في الأردن في عهد الإمارة، بحكي له شجعت الحكومات المتعاقبة في الإمارة في عهد الإمارة على الحرف اليدوية، والأمثلة عليها اللي ذكرناها قبل شوي للصناعات الحرفية ومطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون. وأقيم أول معرض زراعي صناعي في عام 1925 في مدينة عمان. ومثل ما حكينا بدنا نركز أستاذي على صيغ ضع دائرة، الله يرضى عليكم حبايبي، بدنا نركز على أسئلة صيغ ضع دائرة. مع ذلك ومع جهود الحكومات، لكن استمرت الحكومات في دعم القطاع الصناعي، وبالتالي شهد القطاع الصناعي تطور ملحوظ بعد حصول الأردن على الاستقلال. السؤال هنا أستاذي عندنا صيغتين. الصيغة الأولى أعطي أسباب شهد القطاع الصناعي في الأردن تطور بعد الحصول على الاستقلال، شهد القطاع الصناعي في الأردن تطور بعد الحصول على الاستقلال. السبب الثاني، الصيغة الثانية، وضح مظاهر تطور القطاع الصناعي في الأردن بعد الاستقلال عام 1946. إذن عندنا صيغتين للسؤال، أعطي أسباب شهد القطاع الصناعي تطور بعد الحصول على الاستقلال، وممكن يحكي لي زي ما حكينا في النقطة اللي قبل شوي إنه يحول لي السؤال يحكي لي وضح مظاهر تطور القطاع الصناعي في الأردن بعد الحصول على الاستقلال عام 1946. مظاهر تطور اشتمل في أمرين بعد الاستقلال. الأمر الأول التوسع في الشركات وتأسيس الشركات الصناعية. اثنين تزايد المؤسسات الحرفية في المدن الأردنية. إذن مظهرين من مظاهر تطور القطاع الصناعي في الأردن بعد الحصول على الاستقلال، التوسع في تأسيس الشركات الصناعية بالإضافة إلى تزايد المؤسسات الحرفية في المدن الرئيسية مثل ما أنتم شايفين. رح يجي طالب يسألني يقول لي أستاذ طيب توسع في تأسيس الشركات الصناعية بلغ عددها 24 شركة في مجال مطاحن الحبوب المطاحن والأغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية، نحفظها كاملة؟ لا أستاذي، بدي تعرف أنه أستاذي حبايبي أنه بدنا نحول المعلومة هاي لسؤال لضع دائرة. بلغ عدد الشركات الصناعية في الأردن بعد الحصول على الاستقلال 24 شركة، وممكن نعتبرها نقطة ثلاث لإجابة وضح مظاهر كذلك. إذن بعيد شهد أعطي أسباب شهد القطاع الصناعي في الأردن تطور بعد الحصول على الاستقلال. الصيغة الثانية وضح مظاهر تطور القطاع الصناعي في الأردن بعد الاستقلال. واحد التوسع في تأسيس الشركات الصناعية. اثنين تزايد المؤسسات الحرفية في المدن الأردنية. ثلاث بلغ عدد الشركات الصناعية 24 شركة، والنقطة ثلاث منحولها لسؤال ضع دائرة. بلغ عدد الشركات الصناعية في الأردن بعد الحصول على الاستقلال 24 شركة. وطلابي حبايبي هذا من الأسئلة المهمة في المادة اللي هو وضح مظاهر. بنجلس على الأسئلة اللي أنتم بتحبوها والأسئلة المهمة جدا 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 في المادة. أعطي أسباب توالى الاهتمام بالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية. إذن الصيغة أعطي أسباب توالي الاهتمام بالقطاع الصناعي. طيب كيف توالى الاهتمام بالقطاع الصناعي؟ طبعا عن طريق خطط التنمية. ليش؟ هون السؤال مهم جدا جدا. السؤال بأربع علامات بصيغة أعطي أسباب. واحد
لإعادة توزيع مكاسب التنمية، اثنين للتقليل من البطالة، ثلاثة لزيادة الإنتاج المحلي، أربعة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام. إذن بعيدة أعطي أسباب توالى الاهتمام بالقطاع الصناعي وبالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية لإعادة توزيع مكاسب التنمية، تقليل من البطالة، زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذا ذكرنا طلابي تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، لكن ما هو دور القطاع الصناعي الخاص في تطوير القطاع الصناعي؟ إذا سؤال مباشر، بين دور، وضح دور، مهم جدا جدا السؤال، بين وضح دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الصناعي. راح يجي طالب يسألني أستاذ طيب المعلومة اللي موجودة هون عندنا أمامنا أنه يمثل القطاع الخاص في المجال الصناعي مصدر من مصادر توفير العمل في الأردن. أستاذي هاي بدنا نعرفها إحنا بديهية، لأنه إحنا أستاذي نعمل في المجال الخاص، وبالتالي استطاع القطاع الخاص من توفير فرص عمل في المجال الصناعي. لكن هو السؤال الأهم شو هو؟ بين وضح دور القطاع الخاص في تطور القطاع الصناعي. القطاع الخاص أستاذي ساهم في أمرين في تطور القطاع الصناعي. الأمر الأول أنه أسهمت المشاريع الصناعية الإنتاجية في التخفيف من البطالة، وهنا أنا اختصرت الإجابة أستاذي، وبإمكانك تكتب الإجابة كاملة، أنه أسهمت المشاريع الصناعية الإنتاجية الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تطور معظمها إلى مشاريع كبرى في التخفيف من مشكلة البطالة. إذا بقدر أختصر النقطة واحد، أسهمت المشاريع الصناعية في التخفيف من البطالة. اثنين، رفض الاقتصاد الوطني، يعني دعم الاقتصاد الوطني، يعني تقوية الاقتصاد الوطني. طيب كيف القطاع الخاص ساهم في دعم وتطوير وتقوية ورفض الاقتصاد الوطني؟ أي أن شكلت المنتجات الصناعية من مجمل الصادرات الوطنية ما نسبته 90% من صادرات الأردن. وبالتالي بدنا نحول المعلومة هاي لسؤال ضع دائرة، شكلت المنتجات الصناعية من مجمل الصادرات الوطنية ما نسبته 90%. لكن حبايبي، ما هي أبرز التطورات التي شهدها القطاع الصناعي في الأردن؟ عندنا خمس تطورات. سؤال مهم جدا، أذكر التطورات التي شهدها القطاع الصناعي في الأردن. أذكر التطورات التي شهدها القطاع الصناعي في الأردن. خمس تطورات. واحد، التطور في الصناعات التعدينية والتحويلية. ومنحول النقطة واحد لسؤال مهم، أذكر أهم الصناعات التعدينية والتحويلية في الأردن. أذكر أهم الصناعات التعدينية والتحويلية في الأردن. عندنا أربع صناعات، عندنا بوتاس، فوسفات، اسمنت، زجاج. إذن هذا فيما يخص النقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، تطور الصناعات الكيماوية كالأدوية. نقطة رقم ثلاث، تطور الصناعات الورقية والبلاستيكية، بقدر أحكي هندسية وقطاع الحياكة. أربع، تطور الصناعات الإلكترونية. خمسة، إنشاء العديد من المدن الصناعية والمناطق الحرة في الأردن. إنشاء العديد من المدن الصناعية والمناطق الحرة في الأردن. نيجي للأعلى، ما هي أبرز المؤسسات الصناعية في الأردن؟ أذكر أهم المؤسسات الصناعية في الأردن. ممكن يجي السؤال بصيغة ثانية، أذكر أهم المؤسسات الصناعية الداعمة للقطاع الصناعي في الأردن. السؤال هذا أستاذي مهم، وارد يتكرر. أذكر أهم المؤسسات الصناعية الداعمة للقطاع الصناعي في الأردن. عندنا أستاذي ثلاث مؤسسات، بنك الإنماء الصناعي، مؤسسة المناطق الحرة، ومؤسسة المدن والغرف الصناعية. بنك الإنماء الصناعي، مؤسسة المناطق الحرة، ومؤسسة المدن والغرف الصناعية. نجي على آخر سؤال عندنا بحصتنا اليوم إن شاء الله تعالى، وسؤال مهم جدا 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 جدا، مولع السؤال. أذكر مشكلات القطاع الصناعي في الأردن، وهنا أستاذي السؤال راح أحوله لصيغتين. الصيغة الأولى اللي هي صيغة أذكر،
والصيغة الثانية اللي هي صيغة الدائرة اللي راح نأخذها من خلال النقاط. إذن سؤال مهم جدا جدا، أذكر مشكلات القطاع الصناعي في الأردن ودير بالكم عليه. واحد، ضعف رأس المال اللازم لقيام الصناعة. اثنين، تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية. ثلاث، صغر حجم السوق المحلي، مهمة جدا جدا دائرة، نقطة جيم مهمة جدا جدا دائرة. صيغة السؤال كاتب لكم يا أستاذي أنا هون، صغر حجم السوق المحلي من مشكلة القطاع الصناعي. أربعة، ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة، ومثل ما أنتم شايفين أستاذي إجتنا دائرة بصيفية 2019 نفس الصيغة اللي ذكرناها، ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة من مشكلات القطاع الصناعي. ها، الأوضاع الإقليمية التي تحد من القدرة على التصدير، مهمة جدا كذلك دائرة، الأوضاع الإقليمية التي تحد من القدرة على التصدير من مشكلات القطاع الصناعي. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تعالى نلتقي بحصة جديدة بإذن الله تعالى عن قريب جدا، حتى نستكمل درسنا الثاني من الوحدة السابعة، الحياة الاقتصادية في الأردن. الله يعطيكم العافية، ونراكم عن قريب بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية.